رغم غربتك لكنك تحيي المناسبات الدينية. شو تحب من هاي الأمور الدينية؟ تزور، أنا مرات أشوفك أنت وعمار نشرون طبعاً بزيارات، زيارة العلم. هاي الزيارات هي بالدم. صح. يعني مو يعني شو أقول لك؟ ما أقلد أحد أو أجي مناسبة هيك يعني بس شفيا، لا. عندك طقوس خاصة. الأئمة عليهم السلام دول في القلب. صح. شايف؟ وبعدين أنا أنت ستقول لي أنا أحب التاريخ. حكيته. أنا أيضاً أحب التاريخ السياسي، أحب التاريخ الفلسفي، أحب التاريخ الديني. قريته تمام، قريته وأحضر مناسبات دينية. ويعني زيارات هاي بعدين. واللي يقرأ التاريخ الديني يعرف قيمة أهل البيت عليهم السلام، هم للإنسانية جمعاء. أنت تعرف البكي شو يسوي بالإنسان، يطهره. صح. أنا من أروح أبكي لا إرادياً. أكو روحانية تحس. بضعف عليك.